صلوا على النبي محمد يا ربي لقد جاءكم رسول من أنفسكم
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه
أصحابه أولي المنادر والمناكب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير غائب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر الألباب حتى يجنو لكم عرائس المخصوص بأشهر الألقاب أراك إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آلى ونضور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به رسول Thank you.
بيد العناية مدحولا بكحل الهداية فأشرق ببلائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورمية الشياطين ومن السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل لما تعلق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك على كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ذُوِيَ حق الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بديهة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يذكر لمسلم غشا ولا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت عن ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بكي طيبه فيه أياما وإن تغير ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض الناس فيه ما رأيت من دين أمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستوجبه شفاعته ويرجوه رحمته ورأفته. الله بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحنا متمسكين بسنته وطاعته وابقنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأدخلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة قلوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تهدمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمالك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نضبع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وللوقوف علينا ولمن أدرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.